عليكم. اللهم صلي وسلم وبارك على سيدنا محمد. عاملين ايه؟ طبعا انتوا شفتوا الفستان ده، كان عندنا فستان كبير، خدته وعملت فستان لكارما، وعملت هنا بصوا فستان بالاستيك، شايفين جماله، عملته بالاستيك من هنا، وكمان عملت للفستان ده اندر على اساس يتلبس كانه فستان، وفي نفس الوقت عملت له بنطلون عشان اقدر بصوا من الكمين بتوع الفستان قدرت اعمل البنطلون الجميل ده من الكمام بتاعت الفستان، تمام كده اهو. وعملت طبعا للقطعه بتاعت الفستان عملت لها اندر لو هيتلبس كده مع الفستان كانه فستان، لو حبينا نعمله بجامه طبعا هتلبس البنطلون تحت الفستان وتبقى كانها بجامه طويله شويه. شفتوا اعاده التدوير بتطلع حاجات جميله ازاي، وشفتوا افكارنا حلوه ازاي، قدرت اعمل ما شاء الله 4 قطع من قطعة واحدة. أتمنى الفكرة تعجبكم وتجربوها. باي باي، سلام عليكم.